لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعود إلى كتاب مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة على وفق النسخة التي بين أيدينا عند قول المصنف رحمه الله: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر في الترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى على أحاديث مسلم كما نبهنا من قبل. هذا جاء في كتاب الإيمان، هذه الأحاديث جاءت في كتاب الإيمان، ولذلك راعى الإمام النووي رحمه الله الذي بوب للكتاب الأصل هذا المعنى، وهو أنه ربط دائما بين التبويبات وبين الكتاب. فالكتاب كتاب الإيمان من كتاب صحيح مسلم، أي يتعلق بمسائل الإيمان، ولذا فتلمح أنت من تبويبات النووي رحمه الله تعالى طريقة البخاري أو ما يشبه طريقة البخاري رحمه الله في ترجمته على أبواب كتابه، كذلك النووي في ترجمته على كتاب مسلم، فهو يشير من خلال هذه التراجم إلى مسائل تتعلق إما بالباب أو إما بالكتاب وهكذا. قال: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. في الأصل غير المختصر الذي بين أيدينا هذا، قال: وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. شوفوا، انظروا إلى يعني إكمال كلام النووي رحمه الله تعالى، تلمح فيه الإشارة إلى مسألة من مسائل الإيمان، تلمح فيه مسألة من مسائل الإيمان. قال: وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. إطلاق وصف عدم الإيمان على من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة، أي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. وذكر هنا حديث أنس، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نسأل الله العفو والعافية. الحقيقة هذا الحديث امتحان للناس، وهذا الامتحان في الحقيقة في زماننا قد رصد أو فشل فيه كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن، أي أنه نفى وصف الإيمان عنه، مع طبعا التحفظ على ذلك سيأتي تفصيل عليه ما المقصود بنفي الإيمان هنا. قال: لا يؤمن.
فنفى عنه الإيمان على أي تأويل من التأويلات التي سيأتي الكلام عليها، لكن بدرجة على الأقل نفى عنه الإيمان، لا يؤمن. قال أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ذكر الولد لأن الولد أكثر ما يتعلق به قلب الإنسان، فإن الإنسان له من المحاب الكثير، له من المحاب الكثير، الزوجة والوالد والأم والولد والمال والزينة والشهوات وكذا، لكن الولد أحب الزينة. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والبنون أعظم، وإن كان قد جاء ذكر المال قبل الولد لأن كثيرا من الناس يفتتن في ذلك أو يفتن في ذلك، فتراه يقول المال عندي أهم شيء، وإذا أعطي المال تمنى لو أنفق المال كله في سبيل أن يعطى الولد. ولذا فكان الولد هو من أكثر المحاب في قلب الإنسان، ولذلك اختبر به الإنسان في أول من يختبر بهم في المحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. ووالده يقصد به هنا الوالدين، وليس المقصود به هنا الأب فحسب، لا، بل ووالده أي من جاء منهم، من ولد منهم، سواء الأب أو الأم. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. وقد تكون على ظاهرها لأن العرب كانوا يفتخرون بذلك، كانوا يفتخرون بذلك، أي كانوا يفتخرون بمحبة الآباء، كانوا يفتخرون بمحبة الآباء، فمحبة الآباء عندهم مقدمة على كل المحاب في كثير من العرب، خصوصا الذين كانوا يفتخرون بذلك. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أمور الحج قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كانوا يفتخرون بالآباء جدا. ولذلك هنا كذلك امتحان في هذا الباب، كثير من العرب كفر بسبب محبة الآباء، محبة الآباء، ولذلك فإنهم امتحنوا بذلك أيضا، أي امتحن الإنسان عموما بذلك. قال من والده، من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا إجمال واختصار، إجمال واختصار، والناس أجمعين. لا، إحنا لن نعد لكم ونقول الولد والوالدة والزوجة والبنت والمش عارف والعم والخال والناس أجمعين. يكون النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك مقدما على هؤلاء جميعا. لكن هنا يأتي إشكال، وقد حدث هذا الإشكال لعمر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا، فقال يا رسول الله نعم أحبك ولكن ليس أكثر من نفسي، ولكن ليس أكثر من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونفسك يا عمر أو كما قال. فقال الآن يا رسول الله، يعني خلاص الآن أنت أحب إلي من نفسي. عمر رضي الله عنه فهم المسألة هنا، فهم هنا المسألة في السؤال الأول كان قد أشكل عليه، ثم لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم فهم. ما هو البيان هنا؟
النفس تحب وتحب نفسها بالطبع، يعني محبة النفس هذا وهذا حب إيش؟ طبعي، هذا حب طبعي جبل الإنسان عليه أن يؤثر نفسه، أن يؤثر نفسه. لو إنسان هيموت من الجوع غالبا يؤثر نفسه على كل الناس، لو أي شيء هو فيه ضرر شديد جدا وبينه وبين غيره الغالب أنه يؤثر نفسه الغالب. طيب تقول أنت هناك صور من الصحابة كانوا يؤثرون غيرهم، هذه صور خرجت عن العادة. العادة أن الإنسان دايما يقدم نفسه على غيره، يقدم نفسه على غيره، ده شيء مطبوع عليه النفوس أنها تحب الخير لنفسها أولا ثم للناس من بعدها، لا مانع في ذلك. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولده ووالده والناس أجمعين في الرواية الأخرى من نفسه حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك لما سأل عمر كيف ذلك، يعني وهذا يدل على عظيم دين عمر رضي الله عنه، كيف أنا من حيث الإحساس أنا إنسان طبيعي بأقدم نفسي في الخير على أي إنسان من حيث الطبع. ولذلك هنا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن المحبة المقصودة هنا ليست محبة الطبع، إنما هي محبة الاختيار، إنما هي محبة الاختيار. انتبه لهذه المسألة، هذه محبة الاختيار، أي أنك إذا علمت أن هذا واجب عليك يجب عليك أن تختار هذه المحبة على كل المحبة، هذا واجب عليك أن تختار محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل المحاب حتى نفسك. أيها قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك فالحديث معناه في الجملة كما قال العلماء أي لا تصدق في حبي، يعني لا يصدق المسلم في حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفنى في طاعته صلى الله عليه وسلم، أي حتى يتفانى يعني ويسارع دائما في طاعته ويؤثر رضا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يهوى هو ولو كان في ذلك هلاكه، ولو كان في ذلك هلاكك، يعني أن تسارع في رضا النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل على ذلك وتقدمه على ما تهوى نفسك ولو كان في ذلك هلاك. لماذا؟ لأن ذلك هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح، فإنك بطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره على هواك تفلح وتنجو ويكون لك عند الله المكانة العليا العظيمة. أما إذا قدمت هواك أنت وما تؤثر أنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طاعته وعلى ما جاء به فهذا يخرجك عن هذا الوصف، لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هناك روايات أخرى حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده، وفي رواية أخرى حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. إذن فهذا حب الاختيار، يعني تفهم أن المقصود هنا ليس حب الطبع، حب الطبع بتميل لنفسك تقدم نفسك في كل شيء، لكن في حب الاختيار أي العبادة الذي أنت مأمور بها والطاعة التي أنت مكلف بها أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومن سائر المحاب. ومعناه كما ذكرنا
أن تقدم أمر طاعته وتفنى وتتفانى في تقديم أوامره وطاعته على ما تهوى نفسك، ولو كان في ذلك هلاك كما قال العلماء. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك فإن من معنى الحديث أيضا أن من استكمل الإيمان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق عليه، وأن هذا الحق آكد من سائر الحقوق، من حق نفسه وولده وأبيه وأمه وزوجته وماله وعياله. فحق النبي صلى الله عليه وسلم وآكد الحقوق، والمقصود به طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، والمسارعة في إقامة أمره وشرعه ولو خالف هواك، ولو كان في ذلك هلاك. ولذلك فإن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم المعاني الكثيرة التي ذكرها العلماء، لكن في جملة إن من عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم. إنك تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تذب عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، تحافظ عليه وتنافح عنها وتدافع عنها، لا أن تقف أمامها وتقول لا مش عايزين الشريعة وفي ذات الوقت تدعي أنك مسلم والعياذ بالله. فأي محبة هذه المحبة الكاذبة والعياذ بالله. ولذا فإن من معاني نصرة من معاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة سنته وشريعته، وكذلك تمني حضور حياته صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان يتمنى أن لو كان حيا يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش معه وأصحابه، هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أيضا كما هو الحال يلح علينا دائما ما يقول هؤلاء المنافقون والعياذ بالله في مثل هذه المعاني، هل هؤلاء في الحقيقة كما يزعمون في الهويات التي تقول هم مسلمون كأسماء، هل في الحقيقة هؤلاء لو قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بينكم، هل سيرحب هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيرحب المنافقون بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدر مجازا أنه سيكون بيننا حيا مثلا؟ ولذلك في الحقيقة هذا امتحان. لذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يدعي محبة الله ويقول أنا مسلم علي أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة من هذا الباب، وهو باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة، أنه إذا تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بإعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، بان من ذلك أن هذا واجب، ومن لم يأتي به طعن في إيمانه، طعن في إيمانه. وهذا هو أو هذه المسألة المتعلقة بباب الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فإن الذي لا يكون كذلك مطعون في إيمانه، مطعون في إيمانه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن يجاب عليه كما هو في كل المسائل الشبيهة، أي في كل الأحاديث التي هي على هذا النحو.
كما في قوله لا يدخل الجنة كذلك. فيجاب عليه بجواب من جوابين: لا يؤمن، أي لا يكون مؤمنا صراحة، ويكون كافرا، ويكون كافرا. وهذا الذي يستحل ما نهي عنه في الأمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، أي من لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحب وقدم عليه المحاب كلها عملا واعتقادا، ورأى أن هذه المحاب مقدمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر والعياذ بالله. والمعنى الثاني: لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. وهذا الذي ضعف عنده معنى المجاهدة في دفع هذه المحاب حتى لا تتعارض مع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيصح وصف من قدم المحاب من أمور الدنيا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الإيمان، نعم، بدليل هذا الحديث: لا يؤمن، لا يؤمن. أين قال: باب بيان تحريم إيذاء الجار. باب بيان تحريم إيذاء الجار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. باب تحريم إيذاء الجار، وأورده هنا في كتاب الإيمان. إذن فالحديث يدل على مسألة من مسائل الإيمان. قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فمعنى الحديث في الجملة: والبوائق جمع بائقة، البوائق جمع بائقة، والبائقة هي الغائلة، الداهية، المصيبة ونحو ذلك. من لا يأمر جاره أن يصيبه بمكره، بدواهيه، بغوائله، يعني حيله ومكره ونحو ذلك، أي نعم، هذا لا يدخل الجنة. وفي الحديث الآخر قال: والله لا يؤمن. يعني هناك رواية أخرى غير هذه الرواية: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هناك رواية أخرى قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، نفى عنه أيضا وصف الإيمان. قالوا: من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، اللي جاره يبقى يعيش في جواره مضطربا خائفا من أذاه، لا يأمن أذاه، لا يأمن بوائقه، مكاريده، غوائله. فهذا الإنسان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن. وقال في هذه الرواية: قال: لا يدخل الجنة. أي نعم. فهذا الحديث فيه نفي وصف الإيمان عن من يؤذي الجيران، عن من يؤذي الجيران. ولذا فإن من يؤذي الجيران يتأثر إيمانه، يتأثر إيمانه. طيب، قوله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله هذا؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. دل على أن الجار هذا المؤذي انتفع عنه وصف الإيمان، لكن ما هو الإيمان الذي انتفع عنه؟ فهو المقصود هنا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. ولماذا لجأ العلماء إلى هذا التأويل من أهل السنة؟ لتواتر الأدلة على أن من مات على التوحيد دخل الجنة،
وكذلك هنا في قوله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فالمقصود به هنا إما إن كان يستحل فهذا كافر لا يدخل الجنة أبدا، إن كان يستحل أذى الجيران هذا كافر. والمقصود بقول المقصود بمعنى يستحل ماذا؟ إنه مثلا يقال له أنت تؤذي الجيران وأذى الجار حرام في الإسلام، يقول لا، مين قال إنه حرام في الإسلام؟ لا، غير محرم، أذى الجار حلال وأذى الجار يحل وليس حرام، فهذا كافر لأنه أحل ما حرم الله. أما المعنى الآخر وهو لا يدخل الجنة أي لا يدخلها مع الداخلين أول دخول الجنة، إنما يتأخر بسبب ماذا؟ بسبب أذى الجار، فإن شاء الله عاقبه على ذلك وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخل الجنة. نسأل الله العفو والعافية. والله هذه مسائل كلها نحن في غفلة كبيرة منها. الواحد منا لو جه يركب السيارة مثلا ولا حاجة، والناس كتير كده وقالوا اتفضلوا اركبوا يا جماعة، ايه اللي بيحصل؟ الناس كلهم بيبقى كله بيسارع عشان يلحق ايه؟ يركب ويلحق يقعد على كرسي ولا حاجة، مش كده؟ كله بيسارع لأنه خايف انه يحصل ايه؟ يفوتوا الكرسي. وكذلك أشد منها انه يفوتوا الايه بقى؟ السيارة كلها بالمرة، كلها، مش كده؟ تخيل لو أنه قيل يا أهل الجنة ادخلوا الجنة وأنتم خليكوا على ذنب، مش هيتعاقبوا، بس يقال الذين كانوا يؤذون الجار خليكوا هنا على ذنب، يلا يا أهل الجنة خش، أنتوا خليكوا هنا لسه هنشوفكوا بعدين. ما هو شعور هذا الإنسان؟ ده لو الأوتوبيس فاتوا وما كفاش العدد، أنا هضرب لكم أمثلة لسه أنا كنت بشوفها في اليومين الأخارة بس كده وأنا جاي من السفر، وإحنا كلنا هنركب إن شاء الله، كلنا هنركب الطيارة مثلا لما بيجوا ياخدونا في المطار، بيجوا أوتوبيس ياخد ركاب الطيارة، فعدد ركاب الطيارة أكبر من الأوتوبيس الواحد، فبيجي الأوتوبيس ياخد مثلا 20-30 ويمشي، وبعدين يجي بعد كده واحد غيره ياخد 20-30، الناس بيتسارعوا على الأوتوبيس الأولاني، مع ان هم الطياره مش هتمشي الا لما ايه؟ كلهم يمشوا. تصور، واللي يفوتوا الاتوبيس الاولاني تجد فيه وجد، يعني فيه شيء من الحزن انه فاتوا الاتوبيس الاولاني، مع انه كله هيركب لكن عشان هو اتاخر بس عن السبق، مع انه متاكد انه هيروح فين؟ هيركب. طب ما بالك بقى من يحبس يوم القيامه، يقال يا اهل الجنه ادخلوا الجنه، خليك انت اللي كنت بتأذي الجيران خليك شوية هنا، نشوف بقى الموضوع بتاعك، ممكن يدخل النار يعاق وممكن ربنا يعفو عنه، لكن في كل الأحوال لن يدخل الجنة مع الداخلين في أول دخول الجنة. وهذا من في حق من مات على التوحيد وعدم استحلال هذا الذنب. قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وفي الرواية الأخرى لا يؤمن. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإيمان يتأثر بذلك. إذن فأذى الجار ينقص الإيمان ويؤثر عليه، أي نعم. ولذلك أتى بعدها الإمام مسلم بالحديث الآخر الذي فيه إكرام الضيف ونحو ذلك، وأن هذه الأعمال إكرام الجار وإكرام الضيف ونحو ذلك من أعمال الإيمان، لأنها نقصانها ينقص الإيمان ويخل به، وزيادتها ووجودها يزيد الإيمان ويوجب الإيمان. قال باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير. قال باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير. في الأصل قال وكون ذلك كله من الإيمان، في إضافة كده النووي حاططها مش هنقولها،
قال وكون ذلك كله من الإيمان، يعني وكون هذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث كلها من الإيمان. قال عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى داره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل فليفعل. إذن الأعمال القادمة هذه من الإيمان. قال من كان يؤمن بالله، إذن من الإيمان أن يفعل هذه الأعمال. إذن هذه الأعمال من الإيمان، وعشان كده الإمام النووي في التبويب قال وكون ذلك كله من الإيمان، كون الأعمال دي من الإيمان، خلافا لأهل البدع الذين قالوا أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان ولا هي من الإيمان. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليحسن إلى جاره، سبق التنبيه على حرمة أذى الجار، وعلى ذلك فإن الإيمان أن تحسن إلى الجار. إذن فمن أعمال الإيمان الإحسان إلى الجار، ومما ينافي أعمال الإيمان أذى الجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه، هذا من الإيمان، هذا عمل من الأعمال، أي نعم وهو من الإيمان، لأنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف واجب، واجب. يأثم من لم يؤدي هذا الواجب وتركه، إلا من عذر قاهر، إلا من عذر قاهر، لكن ما قدر فواجب عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن هذا الأمر قال ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وقالوا لما سألوه عن ما قال إكرام الضيف جائزته، قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، يوم وليلة، إنك تكرم للضيف يعني يوم وليلة. إذا جاءك الضيف لابد أن تكرمه، والمقصود بالإكرام أن تحتفي به زيادة أو بشيء زائد عن عادتك، ما أمكنك ذلك، ما أمكنك ذلك. إن لم يمكنك الزيادة فليكن مما تفعل، تطعم وتشرب ويعني تجلس وكذا ونحو ذلك، يعني ليس مجرد الأكل والشرب فقط الضيافة، بل يتعلق كذلك بالمبيت ونحو ذلك، يعني يبيت الضيف في مكان أيضا طيب، يعني ما يجيش بالضيف ورميه في أي حتة، مثلا في المبيت، أو مثلا يعني أعطيه أي طعام وأنا أكل أفضل منه، لا، الضيف يأكل أفضل من الذي نأكل، فإن لم يكن فعلى الأقل يكون من ما يأكل أهل البيت. هذا من إكرام الضيف، وهو واجب لكن على تفصيل، على تفصيل. اختلف العلماء على قولين، هل هو واجب مطلقا أم هو واجب على أهل البوادي دون أهل القرى والحضر؟ فذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره إلى أن الضيافة الواجبة، الواجبة التي يأثم الإنسان بتركها، هي التي تكون على أهل البوادي،
لأن أهل البوادي إذا مر بهم الضيف فهو في حاجة، فهو في حاجة، فإن تركوه عرضوه للهلكة والضياع والأذى، ولذلك صار هذا الأمر عليهم واجب، صار هذا الأمر عليهم واجب. وذهب الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم إلى وجوبه على أهل الحضر والمطر، على البوادي والحضر، على الفريقين. والذين قالوا بأنه واجب على أهل البوادي فقط قالوا لأنه في الحضر يستطيع الضيف أن يجد من المنازل والفنادق والأسواق والمأكل والمشرب، يجد في القرى يجد، إنما في البوادي لا يجد، ولذا وجبت على أهل البوادي. الحقيقة أنه لعل والله أعلم الأحوط يكون هو مذهب إليه الشافعي، وهو وجوب ذلك على أهل الحضر والمضر. طيب ده شرطكم مسلم؟ هو لا يشترط أن يكون مسلما، ولكن إذا كان كافرا ينظر هل المصلحة في ضيافته، المصلحة الشرعية في ذلك كتأليف قلبه على الإسلام مثلا. كافر مثلا وجدنا أنه في ضيافته مصلحة، ربما نتألفه للإسلام أو نحو ذلك، لو وجدنا من ذلك مصلحة فعلنا. هذا في العموم والإطلاق، إنما ما نقوله هذا يعد إيش؟ أحوال أعيان وآحاد، أحوال أعيان وآحاد، يعني ليس على الإطلاق اللي الضيف الكافر له حق الضيافة، لكن المسلم له حق الضيافة. إنما الكافر أي كافر الذي في ضيافته مصلحة شرعية، أنا شايف إن في ضيافته مصلحة شرعية للمسلمين، وإن في كأن يكون تأليف قلبه للإسلام مثلا، كأن يكون في دفع شر أو نحو ذلك. مثلا لو نفترض وفد جاي، وفد جاي كافر للمسلمين، ها هنتركهم؟ لا، لابد أن نقدم لهم الطعام والشراب، لا سيما إن كان هذا الوفد جاء في ما هو فيه خير للإسلام والمسلمين. إنما لو وفد حربي ولا بتاع هنقتلهم مش نضيفهم. نعم، لكن طبعا وفد حربي لو جاي بطريقة الرسل طبعا لا يجوز قتلهم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أيضا هذا عمل من أعمال الإيمان، إن كنت مؤمنا، إن كنت تريد عملا من أعمال الإيمان فقل خيرا أو اسكت، أو اسكت. لماذا؟ لأن إن لم تقل خيرا يزيد إيمانك، فاسكت أفضل، لأنك إذا نطقت غير الخير نطقت الشر، وعلى ذلك ينقص الإيمان، لأن الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذا فمجمل الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام الضيف والإحسان إلى الجار وقول الخير. من التزم شرائع الإسلام المؤمن يلزم أن يكون هذا هو حاله، وأن هذه الأعمال من الإيمان. هذا الذي من أجله أورد النووي ذلك الحديث، المسلم هذا الحديث. ثم قال: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. قال عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، أي مروان بن الحكم الأموي، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.
وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. هو النووي رحمه الله قال باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ما قالش ليه باب بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. هو في الحقيقة يشبه طريقة البخاري جدا في طريقة التبويب، ولذلك اختار النهي عن المنكر لمناسبة الحديث وما في الحديث، باب بيان كون النهي عن المنكر، لأن الحديث فيه أن رجلا أنكر على مروان بن الحكم، فكان هذا من الإيمان، لأن أبو سعيد الخدري استدل بعدها كما في الحديث، قال عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم أحد الأمراء الأمويين، والأمويون رحمهم الله كان فيهم قوة وفتح ونصر وفتوحات عظيمة جدا، مما جعل بعضهم تأخذه يعني نشرة النصر ونحو ذلك، فبدأوا يخالفون في أمور من أمور السنة، وبدأت الدنيا وانفتاحها يؤثر عليه، فكان من بين ذلك أن مروان بن الحكم كان لما يأتي يوم العيد، فمعلوم أن يوم العيد الناس بتبدأ بالصلاة ولا بتبدأ بالخطبة؟ تبدأ بالصلاة، ثم بعد الصلاة يخطب الخطيب، والناس من شاء مكث يسمع ومن شاء يعني ولا. فمروان من باب أنه أمير كيف أنه الناس يمشون وهو يتكلم، فلأجل أن يجبر الناس على أن يسمعوه قدم الخطبة على الصلاة في يوم العيد، فلما هم وطلع المنبر أو صعد المنبر قال هذا الرجل الصلاة قبل الخطبة، واحد من الناس نادى وقال له الصلاة قبل الخطبة، انت رايح فين؟ الصلاة الأول. هذه الرواية فيها الظاهر فيها أنه في رجل قبل ذلك، ثم قال فقال قد ترك ما هنالك، ده مروان رد على الرجل قال قد ترك ما هنالك، ترك ما هنالك في الحقيقة هذه جرأة منه، يعني هذا كان في وقت مضى، هذا كان في وقت مضى، لكن الآن سنقدم الخطبة على الصلاة. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، يقصد من؟ يقصد الرجل الذي أنكر على مروان، قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. هناك رواية أيضا متفق عليها عند البخاري ومسلم فيها أن الذي أنكر على مروان هو أبو سعيد، هو نفسه أبو سعيد. فالعلماء يقولون لعل أن هذا الرجل كان قد حضر قبل أبي سعيد، وأن أبا سعيد جاء وهو في الطريق لحظ الرجل وهو يقول، فأنكر أيضا على مروان، فأنكر أيضا على مروان. فهذا الحديث فيه نهي عن المنكر، ولذلك قال النووي في التبويب باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. طب ده بهم ليه للنووي؟ وده طبعا اللي يقصده مسلم رحمه الله، مسلم لما يولد الحديث هنا يقصد هذه المسائل اللي النووي بيشير إليها. جابها منين بقى؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك أضعف الإيمان، إنكار المنكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب، وإن القلب أضعف درجات الإيمان في إنكار المنكر. إذن فإنكار المنكر عموما في الكل في العموم يسمى إيمانا، ويختلف في درجاته، الإيمان باليد درجته أعلى، الإيمان باللسان درجته أدنى، الإيمان بالقلب أدنى من ذلك. ولذلك قال وذلك أضعف الإيمان، فدل على أن النهي عن المنكر من الأعمال، وأن هذا العمل من الإيمان، إذن فالأعمال من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص، نعم، لأن الإنكار باليد قدم، ثم الإنكار باللسان
ثم بعده جاء الإنكار بالقلب، مع مراعاة طبعا فقه الإنكار في مسألة اليد واللسان في بعض الأحوال. يعني هناك بعض المسائل قد يكون الإنكار فيها باللسان مقدم على اليد، مقدم على اليد. يعني على سبيل المثال، مثلا لو كان ذا شرف ووجاهة وكذا ومذا على منكر، أنا أخذه من يده وأفعل وكذا ونحو ذلك، ربما يبطش بي وتكون المفسدة أكبر، ربما يفسد بسبب هذا الفعل مني أكثر وأكثر، لكن لعلي لو أنا اقتربت منه وقلت له هذا كذا وهذا كذا فانتهى. فكان الإنكار باللسان أفضل هنا أو باليد؟ باللسان أفضل. على العكس، لو أنا دخلت إلى بيتي فوجدت ولدي مثلا يفعل منكرا، من الممكن أن أتناول ذلك بيدي إن كان هو الأفضل، وممكن أن يكون اللسان أيضا أفضل أكثر من اليد، وهكذا. قال وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، أنصار تلامذة، الحواريون التلامذة، قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم هؤلاء. قال: ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يأتي من بعد أصحاب النبي، كل نبي يأتي بعدهم أناس يضيعون سنة هذا النبي، نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والظاهر أن هؤلاء هم المنافقون في الأمة، لأنه قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون، مسلمين ومش مسلمين، ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون خلاف الإسلام، خلاف الشرع، والعياذ بالله. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار باليد والجهاد باليد، سماه إيمانا. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا أضعف الإيمان. فهذا الحديث أيضا يستدل منه على أن الأعمال من الإيمان، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، وأن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا تختلف، ويختلف معها أمر الإيمان ودرجة الإيمان، خلافا للمرجئة الذين جعلوا الإيمان وحدة واحدة لا تزيد ولا تنقص، وأن الإيمان لا يضره ذنب ولا تنفعه طاعة، وهذا باطل والعياذ بالله. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. ثم قال: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورحام أهل اليمن فيه. باب تفاضل أهل الإيمان فيه، المسلمين عموما يتفاضلون. إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر ليس كإيمان أنا وأنت. نعم. قال: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورحام أهل اليمن فيه. أهل اليمن لهم سبق ولهم ضرب يعني في الناس. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية
رأس الكفر قبل المشرق. قال أتاكم أهل اليمن. معلوم اليمن هي الجزء من الأرض في جنوب الجزيرة العربية، وهي لا تزال تسمى إلى يومنا هذا باليمن. قال هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. ومضى هذا الحديث قبل ذلك وفصلناه تفصيلا من وصف أهل اليمن بذلك لما فيهم من يعني اللين والرقة وقبول الخير والحق أسرع من غيرهم من الناس. قال الإيمان يمان، يعني الإيمان يماني، والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. الإيمان يمان. بعض العلماء له توجيه لهذا الحديث على غير ظاهره، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بالإيمان يمان، لا يقصد به أهل اليمن على الظاهر، إنما قصد به الأنصار، قصد به الأنصار. هذا قول بعض أهل العلم، قالوا لأن الأنصار في أصلهم من اليمن، الأنصار أصلهم من اليمن، ولذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح الأنصار فوصف أصلهم ومدحهم بذلك. هذا تأويل. تأويل آخر قالوا لا، بل أراد أن يمدح مكة والمدينة ويمدح أهل هاتين البلدين في إيمانهما، أي المهاجرين والأنصار، وذلك أنه قال هذا الحديث وهو في تبوك. وهو في تبوك، أين تبوك؟ تبوك في شمال الجزيرة العربية، في شمال الجزيرة العربية. يعني إحنا لو افترضنا دي الجزيرة العربية، مكة هنا، المدينة هنا، تبوك هنا، اليمن هنا، اليمن في جنوب أقصى الجنوب، فوقها مكة، فوقها المدينة، فوقها تبوك. فقالوا أنه قال ذلك هو بتبوك، فإذا قال ذلك هو بتبوك وقد توجه إلى جهة اليمن ويتكلم وقال الإيمان يماني، الإيمان يماني، قالوا يقصد مكة، يقصد المدينة ومكة، لأنها حينئذ بين يديه، وهي بينه وبين اليمن. وكما أننا نقول للركن اليماني في الكعبة، الركن اليماني في الكعبة، فبيقولوا يعني كما نسمي الركن اليماني بهذا الاسم هو ليس في اليمن. انظروا شوف التوجيه، قالوا نحن نسمي الركن اليماني في الحجر في البيت نسميه اليماني وهو ليس في اليمن، نسبة إلى أنه جهة اليمن، لجهة اليمن، ناحية اليمن. فالحقيقة هذا كلام وجيه وطيب، لكنه يعني الحقيقة يخرج الكلام عن ظاهره بشدة يعني. ولذلك فالأرجح والله أعلم أن المقصود به بالفعل أهل اليمن، وأن هذا هو الأصل في الكلام، أن يدرى الكلام على ظاهره ما لم يكن هناك ما يدل على خروجه عن هذا الظاهر. ولكن هنا القيد، وهو المراد بأهل اليمن أهل الزمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أهل اليمن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هو الممدوح، الممدوح هنا هم أهل اليمن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا لا، بل في كل زمان، وإن كان الأول والله أعلم يعني أصوب من جهة أن اليمن تعرضت لأحوال وتتعرض لأحوال ويأتي فيها منافقين وزنادقة وكذا، ولذلك فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإيمان يمان والحكمة يمانية، اليمن بيأتي منها خير، وبالفعل كان الأنصار منها في الأصل، ثم أتى منها الأشعريون، وأتى منها بعد ذلك من أتى من أهل الإيمان، أبو هريرة رضي الله عنه يماني، أبو موسى الأشعري وأبو بردة وغيرهم بقى من الصحابة الكرام دول رضي الله عنهم أجمعين.
قال: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. تفاضل أهل اليمن، طب خدها منين؟ النووي التبويب ده من الحديث، أصل يقصد به إيه النووي؟ من الحديث أو وجه الدلالة له هنا؟ قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. ألين قلوبا يعني أكثر الناس قبولا للإيمان، إذا فإيمانهم أعلى من غيرهم، إيمانهم أعلى من غيرهم، وهذا يدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. وإن كان طبعا عندنا أدلة كثيرة جدا على هذه المسألة ندرسها في كتب العقيدة على تفاضل أهل الإيمان. ها منها، ها ماشي، تفاضل أهل الإيمان أن أهل الإيمان يعني فيهم من هو أفضل من غيره. ها كلام صريح نصوص أصحاب اليمين، احنا عايزين كلام صريح. انتوا نسيتوا الأدلة؟ لا ده دليل على ايه؟ الإيمان يزيد وينقص. جزاك الله خير. مثلا حديث مثلا لما قال لخالد، قال: لا تسبوا أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا مثال مثلا. لا أصحابي، يقول لخالد أصحابي، إذن هناك أصحاب أعلى من أصحاب وغير ذلك من الأدلة. ده دليل عام. أي نعم أنا أقول هذا، أقر هذا دليل عام، لكن أنا أقصد يعني توني بالدليل، الأدلة اللي احنا دايما بندرسها بقى. رؤية عمر أنه لعمر أنه يزور قميصه. نعم، فما أولته؟ قال: الدين. إن دين عمر أزيد من غيره وأكثر من غيره. من أبو بكر؟ لوجه من أبو بكر؟ هي ده قول الموقوف على عمر رضي الله عنه. قال: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمنوا هنا الإيمان الكامل، حتى لا يستدل بها دعاء التكفير على نفي الإيمان على إطلاقه، إنما المنفي هنا الإيمان الكامل. ولماذا نقول ذلك؟ لماذا نقول ذلك؟ لأن هذا الفعل معصية، وجاءت الأدلة المتواترة على أن أهل الإيمان وإن كانت لهم من المعاصي ما لهم، إن ماتوا على التوحيد فهم إلى الجنة يوم. قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام من الإيمان، إفشاء السلام من زي قال باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. طب جابها منين دي؟ قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يبقى شرط في دخول الجنة الإيمان. قال: ولا تؤمنوا حتى تحاب، ولا يحصل لكم الإيمان الكامل حتى تحاب. لأنه طبعا مش يعني لو أن بعض المؤمنين لم يحدث بينهم المحبة هل يكونون كفر؟ لا، وإلا حصل البغض بين كثير من المؤمنين. قال: أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتم متحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكما تقدم فقوله لا تدخلون الجنة
محمول على لا تدخلون الجنة مع أول الداخلين، اللي هو مش بيفشي السلام، اللي بيتعمد ترك السلام على المؤمنين ولا يفشي السلام لا يصل إلى درجة الإيمان الكاملة، لا يصل إلى درجة الإيمان الكاملة. ولذا فإنه ربما لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.